لأهميته الكبيرة للمزارع والدولة على حد سواء، يتم حاليا التوسع في زراعة القطن المصري، كونه من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي تمثل أحد مصادر الدخل القومي. الفيوم، وبعد إنشاء المجمع الصناعي الجديد للغزل والنسيج بها، يتجه مزارعوها إلى زراعات القطن في ظل السياسات التي تقرها الدولة بأن تكون زراعة القطن بالنظام التعاقدي لضمان التسويق للمزارعين. فيه اتجاه لتطوير مصانع الغزل والنسيج زي مصانع المحلة الكبرى إن شاء الله هتفتتح في 2022، دي هتستهلك كمية كبيرة جدا من القطن المصري. عندنا بردك مصانع الرابيكي، المنطقة الصناعية في الرابيكي بتستهلك كمية كبيرة جدا. القطن المصري زي ما احنا عارفين بيتميز بخواص تؤهله عالميا للمنافسة للسوق العالمي. ولتشجيع الفلاحين على زراعة القطن، يتم عقد ندوات لهم يتم خلالها توعيتهم بالمحصول وارتفاع أسعاره، حيث تخطى سعر القنطار الواحد منه 4000 جنيه بعد تطبيق نظام المزاد العلني في نقاط تجميع القطن. بنصنف القطن الأول بالنسبة للرتب والدرجات اللي موجودة فيها، ثم بعد ذلك بيتم عمل المزاد بالنسبة للمزارعين، بالنسبة للتجار يعني. الدولة أو اللجنة المشكلة في هذا الأمر بتضع سعر اسمه سعر الحد الأدنى، بيبدأ عليه المزايدة، وأعلى سعر بيكون من صالح المزارعين. وتستهدف الفيوم زراعة حوالي 20,000 فدان هذا العام، موزعة على جميع مراكز المحافظة. من جانبها قامت وزارة الزراعة بتوفير التقاوي عالية الجودة، كذلك وفرت العقود بالجمعيات الزراعية. أصناف البذر احنا عندنا جيزة 95، ده صنف يعني لاقي القبول في محافظة الفيوم. عندنا مركز واحد بس بيمثل تأول إكسار، هو مركز إقصى، ودي فيها 5950 فدان، وإن شاء الله البقية تأتي يعني. لطالما مثل القطن الذهب الأبيض للفلاح، تعمل الدولة بكل أجهزتها لدعم هذا المحصول الاستراتيجي ليستعيد عرشه ومكانته التي فقدها لسنوات. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.